السلام عليكم ورحمة الله. ازاي طلبة أولى إعدادي؟ هنحل مع بعض إن شاء الله اختبار يونت 6 الوحدة السادسة. يا ريت قبل ما أبدأ ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أول سؤال معانا listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع مع بعض. معقودة are very popular traditional food in Morocco, Algeria and Tunisia. They make them with potatoes. They boil potatoes and make them into small balls. نسمع تاني. Maqouda are very popular traditional food in Morocco, Algeria and Tunisia. They make them with potatoes. They boil potatoes and make them into small balls. Maqouda are very popular. Maqouda بتكون عبارة عن ايه مشهور؟ Popular traditional food يعني طعام تقليدي مشهور. Maqouda are popular in ايه؟ Algeria and Tunisia. المعقودة مشهورة في تونس والجزائر والمغرب. موروكو. They make them with، هما بيعملوها بإيه؟ with potatoes، بالبطاطس. They boil them and make them into a balls، هما بيسلقوهم وبيعملوهم إلى كرات إيه؟ small balls يعني كرات صغيرة. small balls. السؤال التاني complete the following dialogue، أكمل الحوار الآتي. نهلة is asking رحمة about her visit to a new restaurant. نهلة بتسأل رحمة عن زيارتها لمطعم جديد. بتقول لها where did you go yesterday؟ هنا رحمة بتسأل، بتقول لها أين ذهبتي بالأمس؟ فنهلة ردت عليها، وبعد كده رحمة بتقول لها new restaurant، مطعم جديد. يبقى هتقول لها إيه؟ أنا ذهبت إلى مطعم، المطعم الجديد. يبقى I went. went نكتبها في التصريف التاني يعني ذهبت. I went to the new restaurant، ذهبت إلى المطعم الجديد. بتقول لها مطعم جديد a new restaurant. وبعدين سألتها سؤال ونهلة قالت لها with my family، مع عائلتي. بتقول لها مع من ذهبتي. لما نيجي نسأل عن المفعول بنعمل السؤال إزاي؟ who، من، بعد كده فعل مساعد في الماضي يبقى did، بعد كده الفاعل you، وبعد كده الفعل في المصدر go، وبعد كده أكتب with. Who did you go with؟ مع من ذهبتي. It was my family، مع عائلتي. How did you go to the restaurant؟ كيف ذهبتي إلى المطعم؟ تقول لها by car، بالسيارة. I went by car. رحمة سألت سؤال ونهلة قالت لها we ate fish kebabs and salad. أكلنا كباب السمك، السمك وكباب وسلطة. يبقى ماذا تناولتي هناك؟ يبقى what did، وقف أداة استفهام. إيت هنطلع منها حاجة اسمها did، والفعل في المصدر إيت. يبقى what did، الفعل you. what did you eat there، ماذا تناولتي هناك؟ what did you eat there. بعد كده السؤال الثالث match the words to their definitions، وصل الكلمة بالتعريف. compost اللي هو السماد العضوي، waste يعني نفاية أو مخلفات، straw اللي هي الشاليمو يعني، recycled يعني معاد تدوير. الكمبوست يعني سماد عضوي. يبقى all the plant material used to grow new plants، هو عبارة عن أجزاء من النبات بتستخدم لزراعة نباتات جديدة. يبقى ده معناه كومبوست، سماد عضوي. waste نفاية أو مخلفات، معناها something not wanted or not longer used، شيء يعني غير مستخدم مرة أخرى ويعني محدش عايزه تاني. يبقى ده الايه؟ waste النفاية. waste. straw اللي هي الشاليمو. a thin paper or plastic tube، عبارة عن أنبوبة بلاستيكية أو ورقية. you drink it through، بتشرب من خلالها. يبقى دي الايه؟ straw اللي هي الشاليمو. straw. recycled يعني معاد تدويره. يبقى used again in a different way، مستخدم مرة أخرى بطريقة مختلفة. دي معنى كلمة recycled. بعد كده سؤال القطعة. One day، في يوم من الأيام، مجدي and Sammy had an idea to make a living cafe. في يوم من الأيام مجدي وسامي كان عندهم فكرة إن هم يعملوا كافيه، مقهى. It's an environmentally friendly cafe، ده بيكون عبارة عن مقهى صديق للبيئة. Soon، قريبا، مجدي and Sammy bought an old building near to the park. مجدي وسامي بوت يعني اشتروا منزل بناء قديم بجوار الحديقة. They cleaned it and painted it bright colors، هما
نظفوه ودهنوه. طبعا ادي عايد على الايه، على الاولد بيلدينج، المبنى القديم. يبقى ات اللي هي الاولد بيلدينج with bright painted bright colors، الوان زاهيه، with environmentally friendly paint، يعني بدهان مناسب للبيئه يعني غير ضار. They put it in recycled glass windows، هم وضعوا نوافذ من زجاج معاد تدويره. And used all pieces of wood، واستخدموا قطع صغيرة من الخشب. To make tables and chairs، عشان يعملوا الترابيزات والكراسي. They also hung lots of plants from the ceiling، كمان كان في علقوا الكثير من النباتات من السقف. On the roof، على سطح البناء. There was a little garden، كان يوجد حديقة صغيرة. For growing herbs, fruit and vegetables، لزراعة الأعشاب والفاكهة والخضروات. A few weeks later، بعد أسابيع قليلة. The living cafe opened، تم افتتاح المقهى. It was quiet at first، كان هادئ في البداية. هادئ هنا يعني مفيش زباين كتير. But then people started to notice it، لكن بعد كده الناس بدأت ان هي تلاحظه. They liked the way they could help save the planet with their morning coffee، هم أحبوا الطريقة اللي هم حاولوا يساعدوا بيها الكوكب بالmorning coffee اللي هي القهوة الصباحية. More people came for lunch، ناس تانية أتت للغداء. And said the food tasted delicious and very fresh، وقالوا إن الطعام كان طعمه لذيذ وطازج جدا. They were excited to hear that some of the ingredients grew on the roof of the cafe، هم كانوا متحمسين لسماع إن بعض المكونات كانت مزروعة على سطح المقهى. The living cafe quickly became the most popular cafe near the park، المقهى سريعا أصبح أشهر مقهى بجوار الحديقة. السؤال الأول، where was the living cafe، أين كان المقهى؟ near the park يعني بجوار الحديقة. The underlying pronoun that refers to، قلنا اللي اتعيد على الايه، على الاولد بيلدينج اللي هو المبنى القديم، يعني دهنوه بالوان زاهيه بقى ده المبنى القديم اولد بيلدينج. The opposite of the underlined word quiet، عكس كلمه quiet اللي هو مفيش زبائن كتير، هادئ يعني بعكسها noisy يعني مشغول او مزدحم مليء بالضوضاء. Give a suitable title to the passage، عنوان مناسب للقطعه. The Living Cafe. Living Cafe أو The Environmentally Friendly Cafe، يعني المقهى الصديق للبيئة. Environmentally Friendly Cafe. Where was the little garden؟ أين كانت الحديقة الصغيرة؟ garden اللي هي في المنزل. On the A، on the roof يعني على السطح. On the roof. On the roof. Why do you think people like the living cafe؟ ليه الناس أحبت المقهى ده؟ الإجابة في القطعة. ممكن نقول علشان سببين. السبب الأول إن الطعام كان لذيذ. The food tasted delicious and very fresh، دي تنفع إجابة. وكمان نضيف عليها إجابة اللي هي إيه، They liked the way they could help save the planet with their morning coffee، أحبوا الطريقة اللي هم كانوا بيحموا بيها الكوكب إزاي، إن هو كان صديق للبيئة وكان بيستخدموا بعض يعني أشياء معاد تدويرها، وبيستخدموا النباتات بعض النباتات اللي هي كانت بتزرع على سطح المبنى. يبقى دول السببين اللي بسببهم الناس أحبت الكافيه. بعد كده choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Who you visit last night، أنت زرت مين الليلة الماضية؟ طبعا last من علامات الماضي البسيط، بالتالي أختار فعل مساعد في الماضي يبقى did. Did you go last vacation to أسوان؟ طبعا هنا إلى أسوان، يبقى السؤال هنا أين؟ أين ذهبت في أجازتك الماضية؟ يبقى where يعني أين. Where. He lived in a village a long time، هو عاش في قرية لمدة طويلة، يبقى for a long time. For a long time. Some water to make a cup of tea،
بعض المياه لعمل فنجان من الشاي. يبقى boil some water يعني اغلي بعض المياه. This service lunch and dinner in good prices. بيقدم الغداء والعشاء في أسعار جيدة. يبقى this restaurant هذا المطعم. This restaurant. We can eat حواوشي in the oven and eat it warm. ممكن إيه الحواوشي في الفرن وناكله دافئ. We can bake يعني نخبزه. We can bake حواوشي in the oven. بعد كده complete the sentence with the correct form of the word in brackets. هنكمل بالكلمة الصحيحة. Did he go to the club? ذهبت إلى النادي؟ Last Tuesday الثلاثة الماضي. يبقى السؤال هنا متى يبقى when. بيسأل عن الوقت يبقى when. We waited our friend a long time then we went home. انتظرنا صديقنا المدة طويلة وبعد كده عدنا للمنزل. يبقى المدة طويلة يبقى for a long time. For a long time. He spent his weekend home with his family. وقضى الأجازة بتاعته بتاعت نهاية الأسبوع في المنزل مع عائلته. At home في المنزل. At home. What did you eat at that restaurant? ماذا تناولت في هذا المطعم؟ يبقى what did you eat? What did you eat at that restaurant? لأن ذي بنجيب بعد الفعل في المصدر. ده كده حل اختبار يونت 10 يونت 6. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في أي أسئلة ياريت تكتبوها في الكومنتس. ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.